كلمتي الأخيرة، انتبه جيدا لأسلوبك في الكلام، فهو تعبير عن شخصيتك وأخلاقك وتربيتك. انتبه جيدا لأسلوبك في الاعتذار، فإن انتزاع السهم قد يوجع أكثر من اختراقه. انتبه جيدا لأسلوبك في النقد، فالفرق شاسع وكبير بين الصراحة والوقاحة. انتبه جيدا لأسلوبك في الحوار، فالعقول تقاس بالنقاش والأفكار لا بالصراخ والصوت العالي. انتبه جيدا لتعليقاتك عبر السوشيال ميديا، فكلمة جارحة قد تعيش في ذاكرة من أسأت إليه سنوات طويلة. انتبه لنفسك وتذكر أن الدنيا دوارة، وما تفعله اليوم قد يعود إليك أضعاف ما فعلته. انتبه للنصيحة المجانية، فقد كانت يوما بجمل. برافو 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 برافو، واو.